قالت الشرطة البريطانية أنها اعتقلت شخصا قام بمهاجمة مجموعة من المارة بسكين في ساحة راسل سكوير وسط لندن، ما أدى إلى مقتل سيدة وإصابة 5 آخرين بجروح. وذكرت الشرطة أن أحد عناصرها تمكن من اعتقال المهاجم بعد ساقه باستخدام الساق الكهربائي، مشيرة إلى أن منفذ الهجوم البالغ من العمر 19 عاما يعاني من اضطرابات عقلية. المؤشرات الأولية تشير إلى أن الحالة العقلية لعبت دورا مهما في هذا العمل، وسيمثل ذلك خيطا رئيسيا في التحقيق، لكن بالتأكيد في تلك المرحلة يجب أن نبقى منفتحين على مختلف الفرضيات، وبالتالي فالإرهاب كفرضية لا يزال أحد الخيوط التي يجب دراستها في التحقيق. وكانت السلطات البريطانية قد اتخذت مؤخرا قرارا بنشر 600 شرطي مسلح إضافي في لندن تحسبا لوقوع هجمات إرهابية. يذكر أن العاصمة البريطانية سبق وتعرضت لتفجيرات انتحارية منسقة في 7 يوليو عام 2005 عندما استهدف 4 متطرفين 3 قطارات أنفاق وحافلة، ما أسفر عن مقتل 52 شخصا.